29. ما هذا الذي على الكرة يا كرز؟ إنها خريطة كوكب الأرض، لكني لا أعرف الأماكن المرسومة عليه. لا تقلق يا كرز، لحسن الحظ أنا حرباء كثيرة الأصفار. دعني أرى، هذا المكان المغطى بالثلج في الأعلى يسمى القطب الشمالي. حقاً؟ هو أثق أنه بارد. هذا المكان الكبير يدعى أفريقيا وهو حار للغاية. أجل أجل، أنا سافرت كثيراً أيضاً. حقاً؟ إلى أين ذهبت؟ هنا. أوه، الصحراء الكبرى. وهنا القطب الجنوبي. نعم، مرات كثيرة أحب هذا التل، لكن ليتني أستطيع السفر لأن جذوري ثابتة في التربة. لن أسافر أبداً. حسناً، لا بأس. كل هذا الحديث عن السفر أثار حماستي. أريد أن أذهب في مغامرة جديدة. نعم، وأنا أيضاً. يا إلهي. لقد أوحى لي هذا بفكرة. البوصلة جاهزة، التلسكوب جاهز، الشطائر جاهزة. هذه البالونات سترتفع بكما عالياً في السماء. وهذا البدال سيساعدكما في اختيار الوجهة التي تريدانها، يسار، يمين، أعلى، أسفل. شكراً للجميع، انطلقنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أخيراً سأرى العالم مجدداً. المحطة الأولى أسبانيا. لا لا، أريد الذهاب إلى مصر لأرى الأهرامات. ها هما ذهبا بعيداً مسافرين. فكري يشعر بالحزن. من المؤلم للغاية أنه لا يستطيع السفر. أنا عندي فكرة يا رفاق، إن كان فكري لا يمكنه السفر فليأتي العالم إلى فكري. تفضل يا فكري، بطاقة سفر حول العالم لأجلك. حقاً؟ لكن كيف؟ أنت الآن في أفريقيا. أفريقيا قارة كبيرة المساحة، الكثير من الحيوانات الرائعة تعيش هناك، الزرافة الطويلة والفيل الضخم وكذلك القرود. لذيذة. توجد أدغال وصحاري في أفريقيا وموسيقى رائعة، فلنرقص على الطبول الأفريقية. روزي، إن هذا رائع، وكأنني في أفريقيا بالفعل. فلنعترف، لقد تهنا. ومن تسبب في هذا ها؟ نحتاج فقط إلى النزول والسؤال عن الاتجاهات. قد نكون في أي مكان. انتظر، إني أسمع طبولاً. وأنا أرى قرداً. آخر مرة زرت فيها أفريقيا كانت الرحلة أطول بكثير. هذا معناه أن رأيي كان صحيحاً، لسنا في حاجة إلى بوصلتك. إلى أعلى! لم أعد أريد البقاء هنا! هذا رائع! وها هو ملك الغابة الأسد! هذا مدهش! هذا أفضل! لا أظن أننا سنعود إلى أفريقيا قريباً! الآن تدفأ جيداً يا فكري. محطتنا التالية المحيط المتجمد حيث القطب الشمالي. السكان الذين يعيشون هناك يبنون منازلهم من الجليد أحياناً. مرحباً. الطقس بارد في الخارج لكنه دافئ في بيتي الثلجي. يصطادون الأسماك من حفر في الجليد. سمكة للغداء.
لم أتخيل هذا. لكن يجب أن تحترس من الدببة القطبية، فهم أيضا يبحثون عن غذائهم. احترس، إنه وراءك. المحطة التالية أستراليا. هذه الآلة الموسيقية تسمى مزمار أسترالي. أحب صوتها. تحتاج الكثير من القوة لعزفها. أستراليا موطن حيوانات الكنغر، يتقافزون في كل مكان ويحملون أولادهم الصغار في جيوب خاصة. وهناك أيضاً تم اختراع لعبة عصا الصيد، حين ترميها تعود إليك. أوه رائع! مذهل يا روزي، لم أرى شيئاً كهذا أبداً. عصا صيد استرالية؟ آه، نحن فوق استراليا. أظن أن علينا الهبوط سريعاً لنتأكد من الأمر. نلت كفايتي، أنا لا أحب السفر. لكننا لم نهبط في مكان بعد. أريد العودة إلى بلدي فحسب. أظن أنني في غاية الجوع. هيا بنا. علينا إبطاء السرعة. أين نحن الآن؟ هذا نمر. أتمنى لو أنني لم أغادر تل فكري. بلبلة، ليس الآن يا روزي. روزي، نحن عدنا. عدنا. يا روزي، لقد استمتعنا. ذهبنا إلى أفريقيا ورأينا أسداً ثم دباً قطبياً بالقطب الشمالي. أرتشي خاف قليلاً، لكني ساعدته بملي من خبرة. أرى ذلك. حسناً، كنا على وشك أن نري فكري بلاد الهند. أتريدين مساعدتنا؟ الهند؟ نعم، أعرف كل شيء عن بلاد الهند. شكراً لكم جميعاً على هذا. لقد سافرت بالفعل إلى جميع أنحاء العالم دون أن أغادر مكاني. وكذلك فعلت بلبلة. حصان. المزيد. هذه من أجلك أرنب. هذا لا يشبهني. بل يشبه. أهلاً يا حبات البلوط، انظروا إلى هذا. لا 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 لا. كيف نتقافز؟ حسناً، هذا رائع جداً يا كرز. أنا مشهور بضربات الرأس وبألعاب الظل أيضاً. والآن طائر. يجب أن يبدو المنقار هكذا. منقاري أجمل بكثير، شكله متميز. أما جناحاي فهم. سأريك جناحاي. مرحبا بكم كرز. ماذا تفعل؟ يصنع أشكالا بالظلال. فاتتك رؤيتها يا روزي. اصنع لي شكلا أرجو. أنا محبوب للغاية اليوم. حسناً، تعالوا في الظهيرة وسأقدم عرضاً متميزاً لكم. حسناً، هذا المكان مناسب. مستعدون؟ أجل! هيا! كلا، هذا لا ينفع.
آسف. انتظروني هنا. كارز، ماذا بك؟ لا أستطيع تقديم عرضي. في الصباح كنت أصنع ظلالاً كبيرة، والآن انظري، فقدت ظلالي. أنا ليس لي ظل أيضاً. هذا لأن الشمس اختبأت وراء السحب ليس أكثر. الظلال تظهر فقط حين تسطع الشمس. إن لم أقدم العرض فسيسخرون مني. حسناً، ربما هناك شيء آخر يمكننا فعله. مثل ماذا؟ نبعد السحاب؟ عليك التفكير في شيء بسرعة، فالجميع في انتظار العرض. الضوء جيد. أصابع جيد. طيور هيا كلاكما. جيد. ومعنا الدمى الورقية، فليبدأ العرض. مساعدتك لي يا روزي. لم أكن لأفعل لولا لين. انظروا جميعا، أفعل هذا، أترون؟